27/2 حرق منزل ومكتبة دينية لطالب شريعة. قرية كفر وعيد 27/2/2012 حرق منزل مع مكتبة لطالب شريعة إسلامية. حرق المصحف الشريف وتدنيسه. حرق المصاحف. حرق المصاحف يا شباب يا عالم يا اسلام. يا بوطي يا بوطي هاي كتبك هاي كتبك هاي كتب البوطي هاي كتبك يا بوطي هاي كتبك شوفوا اسمه هاي كتبك هاي كتبك قرآن كريم يا مسلمين قرآن كريم يا اسلام يا عالم مسلح مسلح الكتاب قرآن كريم هذا حرقوه ودنسوه على العالم الاسلامي شوفوا يا اسلام اي الاسلام تفرج يا بوطي يا حسون هذا من طلابك يا حسون يا بوطي قرآن كريم تدنيس القرآن الكريم وحرقه القرآن الكريم عم يحاربكم ما هيك حرق المصحف من قبل عصابات الأسد والشبيحة في قرية كفر وعيد 27/2/2012 طالب شريعة حرق مكتب طالب شريعة الله أكبر وين الإسلام وين الإسلام وين الإسلام حرق منزل مع مكتبي لطالب شريعة إسلامية هذا من طلابك يا بوطي هذا من طلابك يا بوطي هذا من طلابك يا بوطي هذا الجهاد عند البوطي هيك الجهاد جهاد ما بغى تعرف مفهومه يا بوطي طلع يا بوطي هذا من طلابك يا بوطي يا حسون طلي شوف مصحف عم يحاربوا المصحف شوف يا مصحف الشريف عم يحاربون يا اسلام بيحرقوه وبيدنسوه وين الاسلام هذا المسدس هاي الروسية هاي هاي كل الار بي جي لقيت الار بي جي هذه كل القنابل هذا السلاح هذا السلاح هذا السلاح اللي عم يحاربك حرق المصاحف من قبل عصابات الأسد في قرية كفر وعيد 27/2/2012 طالب من طلاب الشريعة الإسلامية طالب عندك يا بوطي هذا كفر عويد 27/2/2012 دكتور محمد سعيد رمضان البوطي هذا طالب عندك الجهاد في سبيل الله اين الجهاد يا محمد سعيد رمضان البوطي هذا جهادكم تحرق المصاحف ما هيك والدنسوين هذا جهادكم يا بوطي يا حسون أو